الوطن المغربي ليس مجرد لباس، بل هو قطعة فنية تحكي قصة تراث وتقاليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنحدثكم عن قطعة فنية مميزة جدا تمثل التراث المغربي الأصيل، ألا وهو القفطان المغربي المنسوج باليد في مدينة فاس العريقة. مرحبا. مرحبا القفطان، هل يمكنك أن تخبرنا عن قصتك؟ مرحبا بك. أنا قفطان مغربي فريد، صنعت يدويا بأيدي حرفيين مهرة في مدينة فاس. تم نسجي من أجود أنواع الصوف، مما يجعلني خفيفا ومريحا لفصل الصيف. هذا رائع، وماذا عن التفاصيل الجميلة التي في صدرك؟ هذه السفيفة التي تراها هنا نسجت أيضا باليد، وهي تعكس التراث العريق والتفاني في العمل اليدوي. كل خيط وكل غرزة تمت بعناية لإبراز جمالي. أعلم أنك مناسب لفصل الصيف، فماذا عن المناسبات الأخرى؟ أنا مناسب لجميع المناسبات، سواء كانت حفلات الزفاف أو المناسبات الرسمية أو اللقاءات العائلية، فإنني أضفي لمسة من الأناقة والتفرد لكل مناسبة. هذا حقا مثير للإعجاب. القفطان المغربي ليس مجرد لباس، بل هو قطعة فنية تحكي قصة تراث وتقاليد. شكرا لك على هذا الحوار الرائع. شكرا لك، أتمنى أن أكون قد أضفت لمسة من الجمال إلى يومك. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك ليصلكم أحدث القصص عن التراث والتقاليد المغربية. إلى اللقاء. سلامات.